بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. مثل ما تلاحظون، هذه العينة عبارة عن أحد العينات التي درستها في السابق، وهو تحلل للأنسجة، أنسجة الليمون. طبعا بعد تحلل أنسجة الليمون ودراسة الفطريات المتواجدة فوق الأنسجة الليمون، اكتشفت أنها يعني تعيش فيها فصائل سائدة. طبعا حاولت أحارب الفصائل المتواجدة في هذه الفطريات، لم يعني أجد يعني نفع في محاربة فصائل الفطريات المتواجدة في أنسجة الليمون. طبعا هذه الفصيلة لونها أسود، وفصيلة نادرة منتشرة بنسبة كبيرة جدا في الفواكه، ويعني مثل الخس والحليب وغيرها من يعني المواد الأخرى والنباتات. طبعا هذه الفصيلة منتشرة بنسبة كبيرة جدا في أغلب الكائنات الحية، وأغلب العلماء يقولون يعني أنها يعني خطورتها بسيطة جدا، لكنها يعني ممكن تسبب رد تحسسي للأنسجة البشرية والحيوانية والنباتية. وأنا أنصح بدراسة علم الفطريات المتواجد في الأنسجة النباتية بعد التحلل أو التليف النسيجي للأنسجة العلوية أو الداخلية، لأنه ممكن يعطينا نتائج كثيرة جدا في نوعية الكائنات الحية التي تتغذى على نوع معين من المواد أو الأشياء أو يعني الأنسجة المعينة. طبعا تم دراستها تحت المجهر التشريحي ابتداء، بعدها المجهر التشريحي الضخم، بعد وتحليلها واكتشاف وتصوير العينات ووضعها في كتب خاصة، وإن شاء الله راح أوريكم النتائج يعني في الفترة القادمة إن شاء الله. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وأنا أنصح يعني مجموعة كبيرة من الباحثين بدراسة الأنسجة ومحاولة يعني تعريضها إلى ظروف يعني تليفية لدراسة الميكروبات المتواجدة فيها.